الفرشاه، ما حاجتك؟ كما ترين يا صديقتي، سبق هذا الصباح مصفوفه باكل معجون اسامي لي. لكني ما دعوتك اليوم. لقد نظر لقائي بك اسبوعا كاملا، فاشتقت اليك وقررت ان ازورك لاطمئن على حالتك. اطمئني واهدي يا اختاه، فاني على احسن حال، وقد تعرفت في غيابك الى زائره جديده تشغلني ولا تفارقني ابدا. يسعدني كثيرا ان اراك وان اتعرف الي، فاين هي؟ اسفك يا اختاه، لا استطيع الاستجابه لرغبتك هذه. لأن صديقتي الجديدة سوسي تصر على أن تظل العلاقة بيني وبينها فحسب، لقد وجدت عندي الغذاء فتعلقت بي. هذا ما كنت أتوقعه. أراك تغمدنين وأسمعك تغمدنين أيتها الفرشاة، فهل أنت مستاءة من صديقتي الجديدة؟